مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز المؤتمر الدولي الأول حول إدارة المعلومات الجيومكانية الذي بدأت عمله الثلاثاء في عمان تحت شعار التخطيط للمستقبل بتنظيم من المركز الجغرافي الملكي الأردني والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد الدكتور عون الخصاونة أكد أن المؤتمر يأتي تحت شعار التخطيط للمستقبل ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى استعراض آخر التطورات في مجال الجيومكانية وتبادل الخبرات وكيفية الاستفادة من البيانات والمعلومات الجغرافية في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. وأقيم إلى جانب المؤتمر معرض يتضمن كل ما هو جديد من تقنيات علمية وبرمجيات متخصصة. تعتبر المعلومات من مختلف أنواعها وموضوعاتها، ولا سيما المعلومات المرتبطة بالحيز المكاني والتي أصبح يطلق عليها المعلومات الجيومكانية، إحدى سمات المعرفة الإنسانية الحديثة وسمات العصر الحالي، حيث أصبح بناء الدول وتخطيط المشاريع الكبرى سواء المتعلقة بالقطاعات التنموية والدفاعية أو الأمنية يعتمد بشكل أساسي على مدى توافر هذه المعلومات ودقتها وحداثتها للتخطيط للمستقبل بشكل سليم، فهي المورد الأساسي لوضع الاستراتيجيات وإعداد الخطط. وانسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والذي يؤكد على الدوام ضرورة الاستفادة من التقنيات المتطورة بما يعود بالخير والنفع على بلدنا والإنسانية بشكل عام ويساهم في دعم المسيرة التنموية المستدامة. وأقيم إلى جانب المؤتمر معرض يتضمن كل ما هو جديد من تقنيات علمية وبرمجيات متخصصة في المعلومات الجيومكانية والأجهزة المساحية المتطورة المرتبطة بهذا المجال بدعم من المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها صندوق دعم البحث العلمي بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم. حازم السردي، الحقيقة الدولية.